التحريم المقدم من النيابة العامة اشتراككم مع المتهم الأول بشار حافظ الأسد في قتل المتظاهرين السلميين العزل في كل المدن السورية، فما قولكم؟ ماهر الأسد، أنت اشتركت في قتل الناس مع بشار؟ لا لا أحبس. رامي مخلوف اشتركت مع بشار في قتل الناس؟ لم يحدث. محمد مخلوف اشتركت معاهم في قتل الناس؟ لم يحدث. بتحفظ محامي بتحفظ فين؟ دايما دفاع المتهمين.